التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيره البيئه حيث وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومه البيئه واستراتيجيه الدوله للاداره الرشيده للنظم البيئيه والموارد الطبيعيه. وخلال اجتماع اخر مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وجه الرئيس السيسي بمواصله جهود الدوله في تعزيز التحول الرقمي مع متابعه ومواكبه احدث التطبيقات التكنولوجيه في مجال الذكاء الاصطناعي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية وزياده عدد العاملين بالقطاع بما في ذلك المستقلون الذين يعملون بشكل حر او في صناعه التعهيد من خلال انشاء مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات من بينها أشبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقارية والمناطق التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي بالإضافة إلى تقدم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 2022 لتصبح الثانية عربيا وإفريقيا والسابعة والخمسين على مستوى العالم صعودا من المركز الحادي والتسعين حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا خلال الاجتماع أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومسانده الشركات الناشئه وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجها بمواصله جهود الدوله في تعزيز التحول الرقمي وما كانت الاجراءات الاداريه والحكوميه تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفه مع متابعه ومواكبه احدث التطبيقات التكنولوجيه في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تزداد اهميته وقيمته المضافه باطراد على المستوى العالمي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عده محاور اهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعيه فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئيه ونظم الاقتصاد الخضراء وفي هذا الاطار عرضت الدكتوره ياسمين فؤاد تطورات الاعمال الجاريه للحد من التلوث الصناعي والبيئي واداره مخلفات البناء والهدم طبقا لافضل الممارسات الدوليه وجهود احداث طفره في تسهيل اجراءات الموافقات على المشروعات الصناعيه والسياحيه والتكنولوجيه مع مراعاه اعلى المعايير البيئيه العالميه ذات الصله كما عرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية العامة للحفاظ على المحميات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها مصر والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها لتعزيز السياحة البيئية والخضراء لسيما في محميات نبق ورأس محمد ووادي الريان وقبة الحسنة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، فضلاً عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية، كما حرص السيد الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالميه للمناخ كوب 27 موجها بمواصله تعزيز التعاون القائم مع الجانب الاماراتي تمهيدا لاستضافه دوله الامارات الشقيقه للقمه العالميه المقبله للمناخ نهايه العام الجاري